تعزيز دور الثقافة بين سوريا وإيران ومنها ثقافة الفن. تم تكريم أسرة عمل الفيلم القصير أبناء المستحيل الذي حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائي بستوكهولم. هذا الفيلم أنا تصديت له كونه هو حالة إنسانية بحتة، وبنفس الوقت بطله شاب من متلازمة داون، وبنفس الوقت أيضا هذا الفيلم بيقدم حالتين من ذوي الاحتياج، هو التوحد ومتلازمة داون، وهذا الأمر كتير نحن بحاجته كمجتمع، لسبب أنه نحن ندعو بها من هذا الفيلم إلى عدم التنمر على هؤلاء الفئات، وبنفس الوقت أيضا أنه ننظر لهم بنظرة مختلفة لدمجهم في المجتمع. قمنا بهذه الفعالية تكريما منا لجهود الفنان حسام حمود المخرج الذي قام بإخراج فيلم أبناء المستحيل، وهو فيلم يحمل رسالة إنسانية قيمة ويعالج قضية بمنتهى الأهمية، فأحببنا أن يكون هناك تكريم لهذا المخرج الشاب ولكل فريق العمل. حبينا نشارك بهذا العمل حتى نضوي على هاي الشريحة، وأنه هاي الشريحة إذا اندعمت وانعطت الشيء اللي لازم أنه ممكن تكون منتجة في المجتمع مثل أي إنسان سوي. الفيلم الذي ترك انطباع بأن هناك أمل دائم عبر تحقيق خطوات إيجابية باتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من بطولة محمد حسن بيك ونور سكري وسلوى جميل ومروان غريواتي وسوسن إسماعيل وأخراج حسام حمود. اليوم في عنا هيك احتفالية خفيفة، يعني نقول بسيطة، عن موضوع فيلم وتكريم أحد الفنانين والمخرجين عنا السوريين عن مرض التوحد لأحد الأشخاص الموجودين، وإن شاء الله يعجب هذا العمل الجمهور. هذا العمل خلي الناس تعرفون أنه هن من مهمشين، أنه هن بيقدروا يقدموا كتير شغلات حلوة ويعبروا عن نفسهم. هذا الفيلم عمل صدى جيد جدا يعني، وبالتالي أخوتنا الإيرانيين أجوا بدهم يعبروا عن تقديرهم واحترامهم لهالخطوة هاي. أنا عم بحكي كعمل كمشاهدة أني الشخصية تجسدت بحقيقتها، الشخص اللي مثل فئة ذوي الاحتياج هو من ذوي الاحتياج، تمام؟ فهذا الشيء بيعكس أنه هن قادرين، هن ممكن يعملوا كتير أشياء، هن ممكن ينقلوا الصورة الحلوة للمجتمع. أخوي هو ذوي احتياجات خاصة، ويعني شفت أنه فعلا هن بحاجة لهذا الشيء، بحاجة لهذا الضوء اللي تسلط عليهم. ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الروائية القصيرة، ويسلط الضوء على تجربة واقعية حدثت مع شاب مصاب بمتلازمة داون وفتاة مصابة بالتوحد، ضمن دعوة المجتمع لتغيير نظرته السلبية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية لهم.